السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربية للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد المنزل رائع كيتباع في الدخلة ديال سلوان، في الرومبوان الأول ديال الدخلة ديال سلوان ملي كنكونوا غاديين من هنا من الناظور. واحد الموقع ممتاز، المنزل ار بلس ان في السفلي زائد الفوقي. كما كتشوفوا عنده جوج ديال الكراجات، هذا الكراج الأول، كراج كبير، وكاين الكراج الثاني. بالنسبه للدار المساحه ديالها 125 متر مربع ملكيه، مبنيه على الصح، شي حاجه مزيانه بزاف. حتى الموقع ديالها موقع ممتاز، موقع كالم، ديك البلاصه كتمتاز بالهدوء. كاين الطريق تقريب غودرون حتى الباب، قريب على الطريق الرئيسي ديال سلوان الناظور، واحد 250 متر قريب على داك الطريق الثانويه اللي كاينه كدوز من توريرت بوستة لسلوان، ميم با واحد 100 متر. كاين حداها تما مدرسه الابتدائي، كاين الاعداديه، وكاين حتى الثانويه، قريب على المحلات التجاريه، وكل شيء قريب عليها، المسجد. هنا كاين الكراج الثاني لتحت، بطبيعة الحال كيكون 125 متر، الفوق كيكون 135 متر. هذا الكراج الثاني، ديك الشراج ملي كاينين فيه راه هما اللي كاينين في الكراج الاول في ديك الدخلة. هذا الكراج الثاني عنده الباب على الدار، الدار فيها لتحت جوج الكراجات كبارين كما كتشوفوا. هذه الدخلة ديال الدار كاين فيها حمام وطواليت سيباري، الحمام بوحدو والطواليت بوحدو. الفوق كاين فيها جوج الصالونات، جوج ديال البيوت، واحد وسط الدار سيجور، كوزينه ايكيبي، كاين واحد الباتيو صغير، وكاين الحمام كبير. على دوما كما كتشوفوا هنا الطواليت، صال دو بان هي اللي شفناها في الاول. هذا هو فينيسيون ديال الدار، مزيانه، الموقع كالم، بلاصه مزيانه بزاف. الدروج كما كتشوفوا طالعين بالرخام، باسامانو ديال اينوكس، شي حاجه كما قلنا مبنيه على الصح على المعقول، يعني ماشي البنيه باش التجاره ولا السيد بناها راسو. الدار مشمشه ومضويه، كما قلنا ملكيه، كاين عندها الملكيه ديال الدار، وكاين حتى الرخصه ديال البناء، يعني حتى التحفيظ ما كاينش فيه مشكل، اللي شراه وبغى يحفظها ما عندوش حتى شي مشكل، لانه يعني كاين الرخصه ديال البناء وكاين الملكيه. هنا كما كتشوفوا الدخله كاين فيها وسط الدار هذا، من بعد كاين الصالون قدامنا، ديكوراسيون في السقف طبيعه الحال بالقبص. هنا ملي كنرجعوا لهاد البلاصه على اليمين ديال الدخله كاين الحمام، حمام كبير، الزليج طالع حتى الفوق. بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا العرض هذا، ما عليكم الا تتصلوا بنا على الرقم اللي كاين في اسفل الشاشه، ولا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينه في حي النعناع، اقامه ايمن في الريتشوسي مدينه الناظور. حتى نتوما الا عندكم شي عقار كيتباع في سلوان ولا في العروي ولا في الناظور والنواحي، اتصلوا بنا على نفس الرقم. هنا كاين المطبخ، مطبخ مجهز، فيه لي بلاكار ديالو مديورين باللوح، شي حاجه مزيانه بزاف صحيحه. عندها واحد الباب على الباتيو، فيه روبيني ديال الماء، هذا هو المطبخ. كاين الامكانيه ان تتبع بالاتات ديالها، وكاين الامكانيه تتبع خاويه كما بغى بنادم اللي غادي يشري. وحتى الثمن اللي غادي نقولوا في الاخر الفيديو راه فيه التفاوض، فيه المفاهمه في الثمن. هنا كاين البيت الاول عنده شرجم على وسط الدار،
هذا هو وسط الدار، غير وسط الدار كبير، راه يصلح يدار فيه واحد صالة مونجي اللي تكون كبيرة. هذا غير وسط الدار. بعد كاين هذا الصالون مفتوح، هنا على يدنا اليمين كاين عندنا البيت الثاني، عنده جوج شراجم على لا فاصاد كما كتشوفوا، داخل الشمس مزيان للدار، بيت كبير فيه التاسع كما كتشوفوا، كاين الناموسيه، كاين الماريو، كاين الكوافوز، ومع ذلك باقي التاسع مع الجناب. هنا الصالون الاول كما قلنا مفتوح، نفس الشيء عنده جوج ديال السراجم على لافاصاد الاولانيه، على لافاصاد اللي كاينه الرئيسيه ديال الدار. الدار عندها واحد لافاصاد وصافي. ديكوراسيون في السقف بالقبص، شي حاجه مزيانه بزاف. والموقع، الموقع مزيان بزاف، كالم، ما كاين لا صداع ديال الجيران لا حتى شي حاجه، بلاصه كالم بزاف، قريبه كما قلنا لا على الطريق الرئيسي ديال سلوان ناظور 250 متر حتى ل 300، الطريق الثانوي اللي كتمشي من سلوان لتورات بوسطى غير 100 متر، الاعداديه ولا المدرسه الابتدائي ولا الثانويه قرابين على الدار، المسجد قريب، كل شيء كاين تما قريب. سلوان راه قريبه من با واحد 4 حتى 5 دقائق، الناظور قريب 10 دقائق في السياره. هذاك اللي شفنا دابا الصالون كبير، عنده حتى وجود سراجم على الفاصاد. هذاك هو اللي قبلتنا، صالون كبير. نعاودو نذكروا المعلومات انه الدار فيها 125 متر مربع لتحت، 135 الفوق، ملكيه، عندها الرخصه ديال البناء، ما عندهاش شي مشكله بغى الواحد يحفظها. بروميير ايطاج، عندها جوج الكراجات لتحت، جوج البيوت، جوج الصالونات سيجور، جوج الحمامات، كوزينه. الثمن ديال البيع ديالها هو 95 مليون سنتيم، قابله للتفاوض. الدار راه مبنيه على الصح، شي حاجه ديال المعقول. الثمن كما قلنا قابل للتفاوض، غنتفاهموا فيه واش بالفراش ولا بلا فراش، وحتى باش ما كان بالفراش ولا بلا فراش فراه كاين نقصوا في الثمن. الثمن 95 مليون سنتيم. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.